الفرقاني مديرة مكتب استشارات ومكونة في إطار الدورات السنوية اللي كتنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش أسفي في إطار البرنامج السنوي. كنتواجدوا اليوم هنايا بشراكه مع مكتب اس اي اش لتنظيم دوره اللي كندخل فيها كمكون دوره تكوينيه حول التسويق الرقمي. الاهداف ديال هذه الدوره هو كيف ما كتعرفوا ما يمكن الا بغيت نبني دار ما غاديش نمشي نبنيها لراسي، دونك تكوين في التسويق الرقمي ما كيمكنش في نهار ولا يومين اننا نوليو من ديتنا لراسنا كنديروا استراتيجيه رقميه تامه وشامله، ولكن على الاقل كيعطينا الاليات والوسائل اللي غادي يمكنونا اننا نتجاوبوا مع التقنيين. بحال مثلا الا بغيت نصوب كيف ما بغيت نصوب الدار غادي نمشي عند مهندس وعند عند انتربرونور وعند واحد المجموعه من المهنيين، الا بغيت نصاوب سيت انترنيت غادي خصني نشوف ديفلوبور انفورماتيك مطور وواحد العدد ديال المهنيين كذلك اللي غادي خصني نجاوب معاهم ونفهمهم ونفهم الاكراهات التقنيه ديالهم والاحتياجات ديالهم وشنو خصني نوجد لهم وشنو عليا وشنو عليهم كمقاول. دونك غرفه التجاره والصناعه والخدمات بجهه مراكش اسفي اتصلت بيا بشراكة مع مركب دراسات اس اي اش والتمسنا اننا ننظموا هذه الدورة التكوينية لتقريب المقاولين من التسويق الرقمي. السلام عليكم، فاطمة سوكارنو مسؤولة إدارية ومالية بشركة تنسيفت للخياطة. المجال ديالنا هو مجال الخياطة والتكستيل. جينا اليوم باش نستفدوا من دورة تكوينية اللي كتقدمها لنا غرفة الصناعة والتجارة بمراكش في إطار الخدمات اللي كتقدمها للمنتسبين ديالها، وفي إطار عدة تكوينات استفدنا منهم جينا اليوم باش نستفدوا في هذا المجال اللي هو الماركتينغ ديجيتال، واللي هو مجال أصبح فارد نفسه في السوق، وجينا حتى حنا باش نستفدوا وندخلوا لهذا المجال. وكانت الأستاذة أسماء في المستوى الدورة التكوينية في المستوى، وحنا الآن كنستافدوا إن شاء الله يكون خير في هذه الدورة هذه لينا ولجميع المنتسبين. إلى حمديوي مقاول في مجال التسويق الرقمي. اليوم حنا تنتواجدوا في غرفة الصناعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة مراكش أسفي. هذه الدورة التكوينية اللي تحتنا فرصة باش نتعرفوا على الجديد في التسويق الرقمي والرقمنة ديال نشاط المقاولات. الحق استفدنا بزاف مع الأستاذة أسماء ومع الحضور تاعهم في كل واحد في المجال الرقمي ديالو وفي المقاولات ديالو. هذه الدوره التكوينيه غادي تكون على مدار يومين، فيها ما هو جديد في المجال في مجال التسويق الرقمي، في مجال المعلوماتي، مجال النشاط الرقمي، مجال الديجيتال اللي هو مجال لابد يعني الشباب المقاول يدخلوا ليه، واللي تيحتم عندنا باش نواكبوا العالم في هذا المجال الرقمي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.